ازيكم يا بني ادمين، يا ريت محدش ينسى يحط لي لايك للفيديو علشان الموضوع ده مزعلني، وانتوا عارفين ان زعلي وحش. يلا بينا نكمل الحكاية. السلطانة بدأت تقرب من كل عفريت لوحده وتقول له كلمة في ودنه، لكن العفريت من دول كان يبص لها من فوق لتحت وسيبها ويمشي، لحد ما جه الدور على عفركوش. السلطانة بصت له وقالت: ما سمعناش قالت ايه، واضح جدا ان الموضوع سر. عفركوش بعد ما سمع الكلام بصلها من فوق لتحت وفكر ثواني وقال: انت تؤمري، الموضوع بسيط جدا يا ست الكل، وفي غمضة عين انفذ لك طلبك. السلطانة بصت لعفركوش نظرة اعجاب وقالت: بجد تقدر ولا هتطلع عفريت هزق وترجع في كلامك؟ لا طبعا يا سلطانة، عيب، المواضيع دي لعبتي انا. خلاص انت كده اتقبلت في الوظيفة، اعمل حسابك، اللي اتفقنا عليه هو الشرط الوحيد في استمرارك معايا، ولو مش نفذته هيكون بموتك، فاهم؟ موتك. خلاص يا ست الكل، تحت امرك وانا موافق، وباذن الله اشرفك وخليك تتفشخري بيا قدام الدجالين والمشعوذين واولاد الحرام صحابك. طب بطل لمضة بقى وتعالى ورايا يا عفريت. ودخل عفركوش مع السلطانة مكتبها، وخلاص الحمد لله اتقبل في الوظيفة. قول لي يا عفريت، انت اسمك ايه؟ اسمي عفركوش ابن بردقوش يا ستنا. اشتغلت فين قبل كده؟ بصراحة مش فاكر، انا اصلي عقبال عندك كده فاقد الذاكرة ومش فاكر اي حاجة، بفتكر الناس كده تشاش تشاش. فاقد الذاكرة وهتشتغلي في العبط بقى، ووديك في حتة اجيبك من حتة تانية. لأ ركز معايا، انا كل زبايني من كبارات البلد، وكده انت ممكن توديني في داهية. انا واحدة ست دجالة ليا سمعتي، انا اشهر نصابة، قصدي دجالة في مصر. طبعا طبعا يا ستنا، انت هتقوليلي ما تخافيش، انا مصحصح قوي، جربيني حتى. خلاص يا عفركوش، النهاردة عندنا مهمة في بيت سلايف، النسوان يا اخويا فيه مقطعين بعض من الغيرة، عايزك تدخل وتشوف لي ايه الحوار هناك، عايزك تجنن السلفة الكبيرة، اصلها يا سيدي بتعمل عمولات للسلفة الصغيرة، والبنت الصغيرة دي جاتني وطالبة مني العون والمساعدة، وانت عارفني قلبي حنين وحب اخدم الناس الحلوة. طبعا طبعا يا ست سلطانة، ما انا عارف، انا ياما سمعت عنك وعن قلبك الطيب الرهيف الحساس، اعرفيني بس الموضوع وانا اعفرت لك امهم. تمام قوي. بص يا سيدي، نادية وامينة اتنين سلايف قاعدين مع بعض في بيت العيلة، بيغيروا من بعض موت، وحماتهم على طول بتنصر البت نادية على البت امينة، علشان كده امينة جاتلي وبتقول لي: يا ستنا الحقيني، اعملي لي اي عمل يخلي حماتي تكره نادية وتحبني انا، نسوان فاضية يا عفركوش، المهم اننا ناخد حقنا. تمام يا سلطانة، انا فهمتك وفهمت المطلوب. دلوقتي بقى لا مؤاخذة يعني، احنا ما تكلمناش في الفلوس، هتقبضيني قد ايه يا ستنا؟ جرى ايه يا عفريت، هو انت لسه اشتغلت ولا لسه شفت شغلك عشان احط لك مرتب؟ وعموما يا سيدي ما تخافش، هدي لك 200، قصدي 100 جنيه في الشغلانه دي. ايه يا ستنا، صلي على النبي، انا كنت زمان بشتغل بالدولار، دلوقتي تقولي لي 100 جنيه؟ ال 100 جنيه دي يا ستنا تلفيها وتحطها في جيبك عشان تركبي توك توك وانت مروحه. شكلك عفريت ليمد وهتتعبني. عموما يا سيدي وريني شغلك ونبقى نتكلم في الفلوس، ما تخافش يا عفركوش، مش حابه اخسرك، انت اصلك عفريت كيوت قوي وعجبتني. ماشي يا سلطانه، لو اني ما احبش اشتغل شوكك ابدا. يلا بقى عن اذنك. دقت ساعه العمل وطار عفركوش على بيت ناديه وامينه، الاتنين السلايف اللي الغيره مولعه ما بينهم، ودخل عفركوش البيت عشان يفهم اكتر، واتسحب ودخل اوضه ناديه وسمعها بتقول لجوزها: بقول لك ايه، اخوك جايب للبت امينه مراته المعصعصه دي فستان جديد، انا بقى عايزاك تجيب لي فستانين، طبعا انا لازم اعلي عليها في العدد. وساعتها جوزها الغلبان رد عليها وقال:
ايوه يا حبيبتي، هو انا مش جايب لك فستان الاسبوع اللي فات وهي ما جابتش؟ يبقى هي كده بقى المره دي دورها. بقول لك ايه، انت عايزها تنتصر عليا ولا ايه؟ انا قلت هتجيب لي فستان يبقى تجيب لي فستان، اقول لك فستانين كمان يا كده، يا اما اخد عيالي وامشي. خلاص خلاص يا حبيبتي، حقك عليا، انا اسف. اتفضلي الفلوس اهي، وهاتي اللي انت عايزاه، ان شاء الله تجيبي 10 فساتين، انا ماليش دعوه. ايوه كده تعادل، رجاله ما بتجيش الا بالعين الحمراء. وطبعا عفركوش سمع الحوار كله وراح على اوضه امينه علشان يشوفها بتعمل ايه، يمكن تطلع مظلومه ويمكن لا. عفركوش دخل على اوضه امينه اللي اول ما شافها، يا سبحان الله، ايه البنت الجميله دي؟ بقى البنت الحلوه دي تروح للسلطانه وتدفع فلوس علشان تعمل عمل وتقلب حال سلفتها؟ ايه ده، دي بتصلي كمان؟ لا دي اكيد مظلومه يا عفركوش. وبعد ما امينه قامت من على سجاده الصلاه، بصت للواد حوده ابنها اللي ما كملش 10 سنين وقالت له: خد يا واد يا حوده، تعالى اما اقول لك، جبت لي يا واد بودره العفريت اللي قلت لك عليها ولا لا؟ ايوه يا ماما جبتها، البودره اهي، ده انا وانت هنخربها يا ست الكل. شاطر يا واد يا حوده، هي دي التربيه اللي بصحيح. اي خدمه يا ست الكل، قولي لي بقى يا ماما، حضرتك عايزه البودره دي عشان تعفرتي بها مين؟ اوعي تطلعي ام شريره وانا ما اعرفش. اخرس يا مقصوف الرقبه انت، اياك تقول لابوك ولا تقول لتيتا ولا تقول لاي حد ان قلت لك هات لي بودره عفريت. الموضوع ده يا واد سر بيني وبينك، مش يا حوده؟ خلاص يا ست الكل، سرك في بير، بس ايدك بقى على 20 جنيه عشان ما اقولش لحد. اهياني منك يا طماع، طالع زي ابوك. عموما اتفضل ال20 جنيه اهي، واياك اياك يا حوده اسمع حسك، واياك تقول لحد على اللي اتفقنا عليه. وطبعا عفركوش سمع الحوار وقعد يضرب راسه في الحيطه. امينه ما طلعتش امينه ولا طلعت بريئه، دي طلعت شاريه بودره عفاريت علشان تعفرت سلفتها. عفركوش بيبص للكاميرا وبيقول: والله العظيم شكل ايامكم هتبقى طويله في البيت ده. هتلاقيها من مين ولا من مين يا عفركوش؟ الوليه ناديه عايزه تعلي عليها في عدد الفساتين، وامينه عايزه تعفرتها ببودره العفاريت، هما الاتنين زي الزفت، ومش فيهم واحده ظالمه وواحده مظلومه، هما الاتنين ظالمين ويستاهلوا الحرق. يلا لازم اعرف حكايتهم واشوف مقالبهم في بيت العيله. ودخل عفركوش المطبخ ولما شم ريحه المحشي واصل الصاله وبص للاكل وقال: الله الله الله، ايه الاكل الحلو ده يا جدعان، انا شكلي هتعشى عندهم كل ليله. ولسه عفركوش بيكلم نفسه دخلت ناديه المطبخ وهي بتتسحب وبتقول لبنتها: بنت يا جوري تعالي هنا بسرعه، بقولك ايه، الاكل ده اللي طبخه انت امينه عايزاكي كله تحط عليه شطه، عايزاهم لما ياكلوا الاكل يولعوا نار وصوت صريخهم يجيب اخر الشارع. اوعي يا بنت تقولي لحد اني قلتلك اعملي كده، ردت جوري الصغيره وقالت: حاضر يا ماما حاضر، اللي حضرتك عايزاه، بس مش كده يا مامتي، يبقى حرام وهندخل النار ولا ايه؟ بقولك ايه يا جوري يا حبيبتي، ال10 جنيه دي انا واخدها من ابوكي الصبح علشان اديهالك، ايه رايك هندخل النار ولا الجنه دلوقتي؟ لا يا ماما، ما دام فيها 10 جنيه كده ضميري ينام ويرتاح وياكل محشي كمان. وفعلا البنت الصغيره القرده دي خدت الشطه ورشتها على الاكل، والاكل اصبح اعوذ بالله. وهنا عفركوش بيبص للكاميرا وبيقول: اعوذ بالله من الانسان الرجيم، الجن نفسه ما ينفعش يعمل كده. ولما جه ميعاد الغدا قعدوا السلايف على الاكل ومعاهم خماتهم وجوازهم، لكن في لحظه هما الاتنين بيصرخوا، امينه بتصرخ ونادية بتصرخ، وعفركوش طاير فوق السفرة مش فاهم ايه اللي حصل، ومحدش عارف هما الاتنين بيصرخوا في وش بعض ليه. حتى عفركوش ذات نفسه بيبص للكاميرا وبيقول: يا نهار مش فايت، يا نهار طويل، واضح كده ان البيت ده متعفرت،
هو في حد هنا غيري ولا ايه؟ عموما يا جماعة، على ما اشوف حكايتهم، استنوني بكرة.